طابت أوقاتكم أعزائنا المشاهدين، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. حول تصرفات محمد الشيع السوداني الأخيرة ومحاولة إظهار أنه حازم ويريد الإصلاح، وبشأن إهانة مدير عام مطار بغداد علنا، يقول الكاتب مهدي قاسم في صحيفة صوت العراق: هناك دائما ثمة جماهير تتسم بسذاجة وسرعة في التصديق والتضليل، تنطلي عليها كهذه الأكاذيب والألاعيب دفعة واحدة بدون تفكير أو تمحيص. إنها ليست فقط سرعان ما تصدق هذه العمليات الاستعراضية، إنما تعجب بها أيضا لتأخذ انطباعا بأن سياسة أو نهج الحكم عند هذا الزعيم الجديد يختلف عن أقرانه السابقين، وأنه سيجعل من العراق قريبا دبي جديدة أو سويسرا الشرق. لو كان هذا الزعيم الجديد يعرف أصول ولياقة الحكم، بالأحرى لو أدرك نمطية وطبيعة الأنظمة والقواعد الإدارية المتبعة بسياقاتها الإجرائية، لما سمح لنفسه مستغلا موقعه الوظيفي الأعلى أن يهين موظفا بدرجة مدير عام، حتى لو كان مقصرا علنا وأمام قنوات وفضائيات تلفزيونية بسبب التقصير والإهمال، إنما يتصل بالوزير المسؤول عن هذا المدير ليتخذ بحقه الإجراءات الإدارية المعمولة بها على هذا الصعيد. بالطبع التقصير والإهمال موجود في أغلب دوائر الدولة ومرافقها المهمة، بحكم كون نظام الحكم نفسه مشوها وهجينا وفاشلا أصلا. هذا دون أن نذكر أن مسألة الإهمال أو التقصير الوظيفي تتخذ في أحايين كثيرة كذريعة من ناحية توزيع الوظائف والمناصب المهمة والقريبة من مصادر المال العام وفق الحصص الطائفية والقومية أو الفئوية المتفق عليها بين الأحزاب والتنظيمات والميليشيات المتنفذة كشرط أساس، حتى تجري وتتم عملية القبول والموافقة على منصب رئيس الحكومة الجديد لضمان فيما بعد عملية تصويت الأغلبية النيابية. ونقرأ مقالا تحت عنوان: خلطة السياسة بالإعلام للعطار جورج قرداحي، يؤثم العقل أو يغادر صاحبه المنطق. كل من يظن أن للسلطة والإعلام طرائق مشابهة أو متشابهة، وكم يغرق في بحور الغباء والغفلة من يعتقد أن لعبة السياسة لا تختلف عن مقاصد السلطة الرابعة. واهمونا إذا كنا نعتقد ذلك. الكثير من الإعلاميين دخلوا إلى عالم السياسة وسرعان ما سقطوا سريعا كما صعدوا في براثن الفخ الذي نصب إليهم، حيث يتسارع بهم التهاوي إلى واد قد يمحو تاريخهم وعناوينهم الوظيفية بعد أن دخلوا في لعبة لها قوانين وشروط. ويضيف الكاتب جورج قرداحي أن أحد أولئك الذين دخلوا إلى باب السياسة تحت مسماه الإعلام عندما عين وزير للإعلام في حكومة نجيب ميقاتي كانت استقالته خاتمة رحلة سياسية قصيرة بعد أن تسبب تصريح له بأزمة سياسية ومواقف خليجية رافضة. لن ندخل في تفاصيل أجور قرداحي بهذا المؤتمر، وإن كان المتداول حسب المصادر لا يقل عن $50,000 ومصاريف جيب مع إقامة مجانية في فندق الرشيد، أكبر فندق ببغداد، مكافأة له عن بضع كلمات إشادة بحق الحكومة، فكل ذلك لا يعتد به. لكن المؤكد أن الرجل كان يزن كلماته بميزان الدولار، وما بين من اعتبره رياء إعلاميا أو نفاقا أو حتى تدخلا في شؤون البلد الداخلية، راح البعض يتساءل عن إمكانية السلطة التي تغدق العطايا والهبات لمن هم خارج الحدود، فيما تترك مواطنيها من الصحفيين وهم يتسولون بعد أن أغلقت مكاتب ومقرات الصحف التي كانوا يعتاشون منها، فيما ترك البعض أرض الوطن مهاجرا يبحث عن رزقه في مكان آخر.
السلطة التي تحتفي بقرداحي هي نفسها من انتفضت عليه بالأمس عندما ذكرها بمحاسن النظام السابق، ويا لها من ازدواجية السلطة المقيتة وأزمة إخلاقية وسياسية تسود من يرغب السلطوية ويتمسك بها حتى ولو جاء بقرداحي مادحا له. يقول الكاتب جاسم الشمري في مقال تحت عنوان بيع الوهم وضرورة زراعة الأمل في العراق: الحقيقة لقد بلغت أوضاع العراق السياسية والاقتصادية والصحية وغيرها دركات متدنية ومرعبة بعد عقدين من الاحتلال والتغيير. وقد أفاد البنك الدولي في 7 من نيسان أبريل 2023 بأن نمو العراق الاقتصادي يتجه نحو الانخفاض في ظل تضخم اقتصادات المنطقة، وأن اعتماد العراق على النفط فقط يعمق من آثار الأزمة التي تعصف بالبلاد. والمذهل أنه ورغم الثروات الهائلة فإن العراق يقع في المرتبة 78 عالميا والثامنة عربيا بين الدول الأكثر فقرا للعام 2023 وفقا لتقرير مجلة جلوبال فاينانس. كشفت دراسة للدكتور كريستوفر ساسبي في جامعة أولستر البريطانية ونشرتها صحيفة الجارديان البريطانية في 5 من نيسان أبريل عام 2023، أن الهجوم الأمريكي على العراق قبل 20 عاماً خلف إرثاً ساماً أسوأ من قصف هيروشيما، وقد ارتفعت في مدينة الفلوجة معدلات اللوكيميا سرطان الدم بنسبة 2200% خلال متوسط 5 إلى 10 سنوات فقط بعد القصف الأمريكي، قياساً بنسبة أولئك الذين يعيشون بالقرب من مكان القصف النووي في اليابان، والتي بلغت 660% بعد مرور 12 إلى 13 عاماً على القنبلة. وهكذا تتواصل الجنايات الأمريكية بحق العراقيين وتستمر حكايات الرعب والموت، ولكن هل نستسلم ونرفع الراية البيضاء وندفن العراق؟ أتصور أنه ومع هذه الصور السوداوية القاتمة ينبغي أن نتحدث عن الأمل والمستقبل المزدهر وغيرها من الصور الباعثة للحياة والقاتلة لليأس. شارفت المنافسة السياسية في انتخابات 2023 التركية على نهايتها واقترب يوم الحسم، وهي انتخابات لافتة في كل تفاصيلها، فهي ذات تداعيات لا تخفى. وحول دلالاتها وتداعياتها لا سيما الإيجابية منها كتب رفاعة عكرمة مقالا في موقع الجزيرة نت يقول فيه: ومع اقتراب الانتخابات بدأت حسابات الصندوق تنظم مواقف الجميع، ومن هذه كانت غالبية المشهد السياسي بطرفيه وقطبي تحالفاته الأبرز، تحالفي الشعب والجمهور، حيث نرى أن مواقفهما تتجه شيئا فشيئا إلى ساحة التلاقي الوطني إن صح التعبير، أو لإعادة الاعتبار لمختلف تيارات الشعب وأطيافه العرقية والأيديولوجية والسياسية. في سياق السباق الجدي نحو القصر الجمهوري وقبة البرلمان، يتودد الكل الكل وبما يراعي حساسيات الكل، والرابح من ذلك مرحليا على الأقل هو المساحة الوطنية التي لا تفرق ولا تستثني. فها هو التيار العلماني يعتذر للتيار المحافظ عن سنوات الملاحقة وعن ممارسات التضييق، ويحرص على إظهار العلاقة المتفاهمة للحجاب والمحتضن للمحجبات. وها هم أقطاب التيار المحافظ ينقسمون في تحالفاتهم بين القوميين والعلمانيين، ويتبادلون الخصومة على خلفية النظرة للمستقبل والتقييم لماهية الأجدى للنظام السياسي الذي سيشكل مستقبل تركيا الحديثة، والتي باتت وجها إقليميا بارزا ولاعبا دوليا صاعدا، ويتحدثون بخطاب يقدم الرؤى المحافظة في قالب قومي يستند إلى الخلفيات الثقافية والتاريخية ويعتز بتمايزها والتمسك بها.
تساءلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية في تقرير لها حول ما إذا كان السودان سيتحول إلى ساحة جديدة لشركات الأمن بعد اندلاع الصراع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، بعد استعانة السودانيين بشركات أمن خاصة لضمان سلامتهم خلال نزوحهم وفرارهم من البلاد. وقالت الصحيفة في تقريرها إن التدهور السريع للوضع الأمني والقتال العنيف في قلب العاصمة السودانية دفع الشركات والمنظمات إلى دعوة الشركات الأمنية لإجلاء موظفيها المحاصرين في مرمى النيران. في هذا البلد حيث يحظر عمل شركات الأمن الأجنبية، انتقل رؤساء القطاع إلى التعاون مع المشغلين المحليين. وذكر المتخصص في قضايا الدفاع فيليب شابلو أن معظم هذه الشركات تفتقر إلى موظفين دائميين لأن ذلك يكلفها كثيرا، لكنها تعمل مع الشركات المحلية. تقوم هذه الشركات بعمل ضخم لتفادي جميع المخاطر. إن الأزمة التي يمر بها السودان تمثل فرصة ذهبية للعديد من الشركات الأمنية عديمة الضمير التي تستغل حالة اليأس التي يعيشها السكان المحاصرون في العاصمة لفرض أسعار باهظة. تتقاضى بعض الشركات 30,000 دولار للفرد مقابل النقل من الخرطوم إلى بورت سودان على البحر الأحمر، يضاف إليها 8,000 دولار للوصول إلى مدينة جدة السعودية بالقارب. وأضافت الصحيفة أن أكثر من 14 شركة على موقع لينكد إن تتباهى بتقديم خدمات الإجلاء. والآن نترككم مع فقرة الكاريكاتير. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم، غائبون لا صوت لهم. بلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة 20 سيكسرون القيد ويبذلون المهجات ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. أصبح بركان غواتيمالا أكثر هدوءا بعد إطلاق عمود من الرماد إلى ارتفاع 6 كيلومترات بعد يوم من ثوران بركان في غواتيمالا وإطلاقه عمودا من الرماد بلغ ارتفاعه 6 كيلومترات. هدأ الجبل الذي يبلغ ارتفاعه نحو 3,800 متر حسب ما قالت السلطات. ويقع البركان بطبيعة الحال الذي يعرف باسم فولكان دي فويجو أو بركان النار على بعد حوالي 40 كيلومترا جنوب غرب العاصمة غواتيمالا سيتي، ويطلق البركان حاليا عمودا ضعيفا من الدخان.
المكسيك تحتفل بذكرى انتصارها على فرنسا، جاء ذلك في تقرير نشره موقع الجزيرة نت حول المكسيك التي تحتفل بذكرى انتصارها على فرنسا في عام 1861. أمر الرئيس المكسيكي في ذلك الوقت بينينو خواريز أمر بوقف سداد الديون الخارجية، واتفقت بلاده مع بريطانيا وأسبانيا بهذا الشأن، لكن الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث غزاها أملا بإقامة نظام صديق يتماشى مع المصالح الفرنسية. استولى آنذاك الجيش الفرنسي على مدينة كامبيتشي المكسيكية في أواخر فبراير شباط 1862، ولكن بعد شهرين وفي الخامس من مايو أيار من نفس العام تمكن الجيش المكسيكي المكون من 2000 جندي بقيادة الجنرال إغناسيو ساراغوسا سيغوين من هزيمة الجيش الفرنسي. والآن نتابع هذا الفيديو الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. ما بتذكر في مرة وقفت جنب قدام مراية إنه أنا حكيت ليش أنا قصير أو ليش أنا هيك أو وين الاختلاف اللي بيني وبين الناس. بالعكس أنا كنت حدا كملت جامعتي، عيلتي كانت موفرة قدامي كل إشي، سايبالي المجال إنه أنا أختار اللي بدي إياه. أنا الجامعة أنا اللي اخترتها، التخصص أنا اللي اخترته، ممارسة كرة القدم أنا كنت بطلع بلعب كورة الساعة 11:30 بالليل في الملاعب المعشبة مع مجموعة من أصحابي. في البداية أنا أول ما دربت فريق قصار القامة الكل استغرب، الأصحاب الأهل الناس الجيران، يعني أنت كيف تدرب فريق زي هيك؟ بس لما أنا جيت دربت ولقيت عندهم طموح ولقيت عندهم فنيات ولقيت عندهم إمكانيات، أنا انبسطت معاهم وقررت أن أكمل في التدريب معاهم علشان نقدر نحقق إنجاز، نحقق إشي حلو يليق فيهم، لأنهم عندهم والله عندهم حاجات كثيرة بتطلع، عندهم لعب، عندهم فنيات، عندهم مهارات، عندهم حاجات كثير. نفسيا اقسم بالله نفسيا بكون مرتاح جدا معاهم في التدريب. جزء من الرساله المجتمعيه اللي بنوصلها للمجتمع انه احنا زينا زي غيرنا بدون اعاقه، قادرين نمارس هواياتنا. كمان يمكن هذه تكون لي وسيله انه انا اوصل لحلمي انه انا الاعب وانافس ناس كبار في زي مثلا العب ضد مثلا ريال مدريد ولا نلعب ضد المنتخب المصري والناس الكبار هذول، كمان عشان يكون في اسم لفلسطين موجود في كل المحافل الدوليه. بهذا نصل الى ختام هذه الحلقه من صدى الاقلام، شكرا لكم على طيب المتابعه، في امان الله.